شباب ولا شباب؟ شباب شو وشك هنا ثاني؟ ها مفهوم؟ والله شو حال؟ ليه بهي؟ يا رب يا رب جوعان بدي بس لقمة ولو خبزة يابسة آكلها بس لسد جوعتي يا رب أنت كريم يا رب خبزة يابسة خبزة بشكرك يا رب الحمد لله بحمدك وبشكرك يا ربي الحمد لله أعطيتنا من خيرك لا تعيزنا لحدا غيرك يا رب يا رب مثل ما أعطيتني هالخبزة بس أعطيني شي 100 دولار اشتري فيهم مسكة وبسكوت وبيع بين السيارات 100 دولار يا ربي بس خليني أخلص من شغلة الشحادة الحمد لله الحمد لله تفضل يا حبيبتي مرسي يا حبيبي شو هاد؟ شو هاد؟ 100 دولار؟ مربطني أنا ولادك بدك تعيشني هون ب 100 دولار؟ جايبني من الشام لهون مشان تعطيني 100 دولار؟ رد على جوعتك يا نزلني على الشام خذ هاي 100 دولار تبعك عم بقلك هلا نزلني على الشام عم تسمع؟ كتر خيبة يا رب يا رب دخيل اسمك 100 دولار الله أكبر بشكرك يا رب بشكرك وبحمدك أعطيتنا من خيرك لا تعيزنا لحدا غيرك الحمد لله هلا صار فيني بيع ليش لحتى بيع مسكين افتح بسطة كاملة وغير أوعية وبحلق ثاني بشكرك يا رب بشكرك يا رب الحمد لله الحمد لله مسكي يا معلم بسكوت مسكي أعطيني علكة؟ إيه على عيني تفضل شكرا أهلا وسهلا يسلموا والديك الله معك مسكي بسكوت مسكي سلام الحمد لله بحمدك وبشكرك يا ربي أعطيتنا من خيرك لا تعيزنا لحدا غيرك يا رب الحمد لله يلا بكرة هيك الله بيرزقنا شي محل صغير دكانة ونخلص من هالشنطة يا رب يا رب شي دكانة صغيرة يا رب الحمد لله أبو خالد طب معيتك بس قد ايش حقهم هدلو؟ لك ما بدي شي منك يرضى عليك بعينتك ابن حلال لك شو رايك تستلم هالمحل ونص ونص بيني وبينك؟ عم تحكي عن جد ابو خالد؟ اي عن جد شباب انا استلم عندك هون؟ لك اهلا وسهلا فيك هات ايدك لبوسه لا يرضى عليك استغفر الله شرف استلم اذا بدك شرف على راسي ابو خالد بشكرك وبحمدك يا ربي اعطيتنا من خيرك لا تعيزنا حدا غيرك Thank you.
الحمد لله، هاي محل وصار عنا. بشكرك وبحمدك يا ربي، أعطيتنا من خيرك لا تعيزنا لحدا غيرك. بس بمعيتك يا ربي، هالسوبر ماركت اللي ببالي هذا الكبير، أعطيني سوبر ماركت الكبير اللي فيه كاشيرات كتير حاسبوا فيه مصاري. سوبر ماركت يا رب. الحمد لله. صديقي انت اسمع بابا، صديق في شغل في معلوم، ما في شغل ما في معلوم بابا، انت قر نفرات. باي 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 صديق. اهلا وسهلا سيدنا، شرفنا سيدنا. صحة صحة. شو صار معكم بالمشروع؟ كله تمام سيدنا، كل الشغل تمام. امتى بده يخلص؟ يعني ان شاء الله حسب المهندس الياباني، باليوم وبالتاريخ وبالساعة وبالتكة كله راح يستلمه بالوقت. الله يعطيكم العافية. الله عافيك سيدنا، هو جهز لك هديك البناية، يعني اجاك ضيف من حدا، استقبلت حدا جاهزة. الحمد لله. أهلا صديق. يلا. على إذنك دقيقة. أهلا وسهلا سيدنا. ألو. أهلا. ما تعرفني عم بسأل صحتي شوي صايرة تعبانة. شو طمني شو صار معك؟ كله تمام؟ الله يعطيك العافية. يا عيني عليك. ألف الحمد. مع السلامة مع السلامة. الحمد لله يا ربي، هي سيطرنا على البورصة كمان، عز ومال وبورصة. يا سلام، أعطيتنا من خيرك لا تعيزنا لحدا غيرك يا رب يا رب. بدي أطلب منك هالطلبة بالمأمون، يعني بس لو ترجعني الشب يا رب، رجعني شباب، شي 40 سنة لورا يا رب. لا مو هيك، مو هيك ابدا، مو هيك. لا ما بدي ما بدي ما بدي
ما بدي، بدي ارجع غني، بدي ارجع غني. Thank you.
شو هاي؟ هاي زورو سيدي، زورو. زورو يلي بيبيع اسكا. هاي تبع الكرتون. يا لص يا حرامي. لك شو سارق هون؟ هذا حليب مرتي سيدي، قنينه مرتي. لك شوف هاللص شو هاي لحكمك بنت بنتي. وهي شو هاي؟ كازوزا. لك كازوزا عم تمزح معنا ولك حرامي؟ هذا كاتشب بطاطا لسائر ابني حبيب قلبي. انا ما بعرف كاتشب من كاتشب، المهم مسروق شي ثاني. لا هذا الحليب للمدام والتفاحة لحكمة، وهي الكاتشب لسائل حبيب قلبي اللي بحطها البطاطا. بس في شي ثاني اهم. في ورقة اليانصيب لإلي. والله هي لإلي. راشو لك تضرب من بيت حرامية. والله انا سحبتها ودفعت حقها. اخراس يا حرامي يا لص. قل لي يا ابو ثائر، مسروق شي غيره؟ لا في شي مالي. لا لا ما في شي ابدا. طلع عليك يا حرامي من بين الحرمية. خاف ربك، والله هي الورقة إلي. 168966 هي لإلي يا حرامي الزفت. مظبوط، هي إلي إلي بس. الله لا يسامحك. ولي مين؟ بس ما يكون عندنا من البناية. أحلى يكون مدعوس شيء ولد. انفجار؟ لا نينة غاز مو معقولة. كنت سمعتها. العمى؟ هذا وباء، أكيد وباء انتشر بالمنطقة. ولي لأفريقيا بلشت الحكة.
اساس بس تسمع زمور السياره تنط تشوفها على البلكون شايفها ما طلعت. هي بتكون بالمطبخ، استنى شوي هلا بتطلع. بلشت الحكي.